كارير ديما مع سليم بوصفارة. استاجي والخير بياسر كي هزوني وحطوني مع جماعة الماركتينج. هو مش انتريسون من ناحية فيش تتعلم وفيش تعمل، اما من ناحية الفرجة سيري نتفليكس على حالها، مش كيف لي سيرفيس الاخرين اللي تقول مسلسل معاود في قناة 21. ابدا من لينا الريسبونسابل ماركتينج ديجيتال اللي هي انستغراموس، وسي بايرم لو ديريكتور، وكمل معاهم ليلى وخديجة اللي ما زلت ما نعرفش شنو يعملوا بالضبط. انا اللي يعجبني في رباعي الماركتينج نوعية مواضيعهم، كيف العادة عالم موازي، ينجموا يعدي وساعة يحكي وعلى التغذية السليمة متاع قطوس، كيفاش يلزموا ياكل كروكيت بوغ شاك استري، كيفاش يلزموا يشرب الماء بنظام، وكيفاش كل عام يعملوا له بيلون عند الفيتيرينير، بعد يجبوا على الفيتيرينير وعز كابينات نجم تقصدوا، ويصير خلاف بين سي بايرم يقول لك هذاك باهي ولينا تقول لك ما يصلحش، وهو كان السبب في الانسوفيزونس غينال وموت تقطوسها ألان. بعد يسألوها علاش سميتو ألان، تقول لهم على خاطر مزيان وعنده خزر تالان دولون. تدخلش ليلى على الخط وتقول لهم اللي ألان دولون ما عندوش برشا من اللي هز ربي متاعو، اما ساقط ونذل. يقولوا لها علاش الكلام هذا، تقول لهم عنده ولده ما حبش يستعرف بيه وقال ابدا كان يكون ولدي، ومن غادي يتحل الموضوع كيفاش طفل غير شرعي ما يورثش بوه في القانون. تتلفت خديجة تقول إيه بربي احنا حياتنا نعديوها نستناو في الورثة ولا نتعاركوا عليها في المحاكم، وفي الاخر نموت وما نخلطوا على شيء. يجاوب هش بايرم يعمل لها امتي غابيل كيفاش هو جدود وبيات، وكيفاش كان ما فكولهمش املاكهم بعد الاستقلال، راهو صغار صغارهم خلطت لهم ثروة مش نورمال. وبما أنه لينا تعرف إستوريك وأملاك عائلته، تقولوا إلي خلطت لكم مش شوية ديار وحوانت في المرسى. بايرم شوكي من كلام لينا، وتقول لهم خديجة ويا حسرة يا حسرة على المرسى كيفاش كانت، امشيت بكل كوميرس وغليت وما قعدت فيها حتى حد، حتى فتحية جمال الصفصاف توفيت. وعلى كلمة صفصاف يتحل نقاش على الفريكاسي والبريك، وين نبدأ نتفرج. تقول في ماتش تنس تلفيت على اليمين تلفيت على اليسار تلفيت على اليمين تلفيت على اليسار، انتبع وساكت، وحتى كي نبدأ عندي ما نقول انشد روحي وما نتكلمش. كارير ديما مع سليم بوصفارة.